تحتفل مملكة البحرين بمناسبة أعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مقاليد الحكم وتأتي احتفالات المملكة وسط جملة من الإنجازات المتحققة للمملكه وشعبها في مختلف المجالات وعلى الاصعده كافه وبهذه المناسبه ازدانت شوارع المملكه وابنيتها بالوان علم البحرين ورسمت البهجه على محيا المواطنين والمقيمين على ارض المملكه